كابتن علاء إبراهيم من اللعيبة التي لم تتحدث بغير لغة الأهداف زي ما بيقولوا. 73 هدف ما شاء الله في 5 سنين مع الأهلي، غير اللي انت عملت. كنت هداف الدوري في الأردن صح؟ كنت هداف الدوري في الأردن وعملت يعني نجاحات كبيرة جدا في تاريخك أو في مشوارك يا كابتن. بس أنا مش عايزة أبدأ البداية التقليدية من بداياتك، أنا عايزة أبدأ بماتش النهاردة، لأنه النهاردة زي ما قلنا استثنى، والنهاردة بعد 151 يوم الأهلي أو أكتر تقريبا دلوقتي، الأهلي بيلاعب إنبي وكسب، وحضرتك طبعا يعني في أكيد تابعت الماتش، وعايزة أسألك عن الماتش وتحليلك ليه بشكل سريع جدا، نبذة مختصرة تقول لنا عنه إيه النهاردة، شفت الأهلي إزاي؟ هو الحقيقه طبعا فتره التوقف دي حوالي 5 شهور، طبعا فتره كبيره جدا بالنسبه للعيبه الاهلي، طبيعي ان بيخشوش في الفورمه بسرعه، محتاجين وقت. طبعا الماتشات الوديه هي بتبقى يعني تدريجيه طبعا، لكن المباريات الرسميه بيبقى لها طبع خاص ذهني ونفسي، لا حاجات كتيره جدا الماتشات الرسميه لسه بتخش. والحقيقه عندنا كمان يعني اللاعب المصري بيحتاج وقت عشان يخش في الفورمه في المباريات. فاعتقد الاهلي والزمالك وبيراميدز اكتر ناس مستفيده، لان ده اعداد ليهم للبطوله الافريقيه. لان اللاعب المصري عشان يخش في الفورمه محتاج 5 6 ماتشات، كان لازم يلعب في الدوري. بالظبط، يعني المباريات اللي جايه دي ان شاء الله تبقى ليهم، هيبقى فيه صعود تدريجي غير الدوريات الثانيه. بنشوف اول مباراه بيبقى الدنيا مختلفه، لكن طبعا الفكر والجو واللعيبه والنظام الصحي طبعا مختلف تماما، فبيدي فرصه للعيب ان يخش بسرعه. وكابتن هاني طبعا اضرب الكلام اللي انا بقوله، لكن الاهلي النهارده استفاد كتير من المباراه الرسميه. مباراه رسميه، الاداء مش هنقدر نتكلم في الاداء كتير، يعني لان الحقيقه اللعيبه معذوره محتاجين وقت. الاهلي من 5 شهور بيلعب مباراتين وديتين، مش كفايه طبعا، اكيد مش كفايه. حتى فتره الاعداد بتاعتهم لما بدانا لما ينزلوا السماح للعب برضو لسه الناس لسه اللياقه البدنيه ما اكتملتش 100% او حتى 90% حتى، فمحتاجين وقت. لكن اعتقد في الكيرف بيطلع كل ماتش ان شاء الله يطلع شويه بشويه. اهم ما في المباراه 3 نقط، والحمد لله النادي الاهلي قدر ياخده. اللياقه البدنيه، جو المنافسات، جو المنافسات ده مهم جدا، خصوصا احنا داخلين على بطوله احنا مشتاقين ليها. أيوة. يعني محتاجينها الحقيقه، بطوله افريقيه الحقيقه احنا مشتاقين. يعني انا في وجهه نظري لو هتقارني او هتقول مثلا بطوله دوري ولا بطوله كاس ولا بطوله سوبر وبطوله افريقيه، اقول لك لا احنا عايزين بطوله افريقيا. فاعتقد ان النادي الاهلي استفاد. في طبعا لعيبه يعني لسه هتخش في لسه بدري. لسه بدري. انت كمان عارف القصه ده، انت لما كنا بناخد 3 اسابيع راحه ونرجع التمرين تاني بناخد وقت شويه، لكن اقدر اقول اداء مقبول، يعني مقبول من النادي الاهلي النهارده في اعتقادي الشخصي. يمكن الشوط الاولاني كان اول نص ساعه كان فيه شويه عدم تمركز او لخبطه شويه في الاداء التكتيكي، لكن بعد نص ساعه اعتقد الامور اتصلحت، خاصة كمان بعد الهدف الامور اتفتحت بشكل اكبر. وانت عارف انبي من الفرق الكبيرة علاء، يعني انبي معاهم مدرب قدير، كابتن حلمي كمان، كابتن حلمي بيقفل كويس قوي، ثقافته وفكره في الملعب طبعا بتبقى بتفرض الحقيقة، يعني بيقفل، بيعرف يقفل، خصوصا بيلعب برضه النادي الاهلي في مباراة بالنسبة له عايز يطلع بأقل الخسائر. لكن النادي الاهلي الفوز يعني بيدينا ثقه. طبعا بيدينا ثقه لينا احنا كمان كمشجعين وكمحبين النادي الاهلي، ان احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه الماتشات اللي جايه نتطور نخش في الماتش. المباراه النهارده برده من ايجابياتها يعني اعتقد في كذا لاعب اطمنا ليه، يعني انا شايف النهارده مكسبنا حمدي فتحي طبعا، اللعيبه الهايله جدا جدا جدا، ان شاء الله الماتشات اللي جايه نشوف محمد محمود كمان بشكل كويس. اللعيبه المصابه دي لما ترجع وتاخد الفورمه اعتقد النادي الاهلي هيتغير خالص. لا ان شاء الله باذن الله، يعني ان شاء الله احنا متوقعين دوت وكلنا ورا النادي الاهلي. والنهارده نقول مبروك 3 نقط، انت بتتكلم على ريكورد، انت عامل 18 مباراه كسبان 17 مباراه ومتعادل مباراه واحده، فكل انت كمان ما بتكسب كل ما الفرق اللي تحتيك معنوياتها بتقل خلاص، يعني بتحسم الدوري كل ما بتكسب مباراة خلاص الدوري بتحسم، وكمان يا سهام بيبقى خلاص احنا عايزين ان شاء الله نحسم الدوري ان شاء الله بدري علشان كمان يبقى كل تفكيرنا ان شاء الله في البطولة الافريقية اللي هي الاغلى زي ما انت بتقولي عليها.